عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم في وصفة أم حمد أنس راح نديرو بغيوش على شكل فارة. لهذا البريوش نسحقو كيلو تاع الفارينة، يعني طحين، يعني واحد كيلو من الطحين. راح نضيفو عليه 150 غرام تاع سكر حرش، يعني 150 غرام من السكر الخشن، تقريبا 5 مغارف كبار. نخلطوهم مع بعض. راح نزيدو 60 غرام تاع غبرة الحليب اللي هي لحظة، تقريبا 6 مغارف كبار، 60 غرام من غبرة بودرة الحليب. نخلطو. راح نزيدو الملح 20 غرام، يعني تقريبا مغرف كبيرة معمرة، ملعقة كبيرة مملوءة تاع الملح. وراح نزيدو 3 حبات تاع البيض، يعني 3 بيض. خلو هاد المقادير اكوتي. غنسحقو كذلك في هاد البريوش نصف لتر من الماء دافئ، 150 غرام تاع الزبدة الطرية، غادي نديروها مع التالي، تقريبا 7 مغارف كبار، يعني 7 ملاعق كبيرة من الزبدة الطرية اللي هي 150 غرام. ونسحقو 25 غرام تاع خميرة الخبز، يعني 25 غرام من الخميرة الفورية، تقريبا 2 ملاعق. هاد الخميرة راح نزيدو عليها شوية تاع الماء دافي، نخلوها تطلع و بعد نخلطوها مع الخبز، مع خبز البريوش. بالنسبة لهاد المكونات راح نزيد عليهم شوية تاع الماء دافي و نديرهم في العجان. الماء قلتلكم 500 ملل، يعني نصف لتر. بعد ما طلعت لنا هاديك الخميرة كيما راكم تشوفو، راح نزيدوها العجينة تاعنا. ونلمو في الماء دافي. بعد ما عجننا مليح البريوش تاعنا في البيترا، راح نديرو الزبدة. سيو كيفاش تقسموها مورصويات صغار باش تعاونو البيتران، ميم إلا عجنتو بيديكم قسموها مورصويات صغار باش تدخل مليح في العجينة. وراح نزيدو نعجنو حتى تدخل الزبدة مليح في العجينة تاع البريوش. بعد ما تعجنتنا العجينة تاع البريوش كيما راكم تشوفو تكون لاصقة هكا شوية، نغطيها بابي فين، نخليها تخمر في بلاصه دافيه، ومن بعد نرجعوا لها. بعد ما خمرنا البريوش كيما راكم تشوفوا، نخرجوا منها هذوك لي غاز، نديروا شويه تاع الفرينه خاطر العجينه راهي جاريه بزاف. Thank you.
انا كملت صفرت حبات لي بغيوش كيما راكم تشوفوا. عندي هنا حبه بيض خلطتها مع شويه تاع قهوه، ما تكونش القهوه سخونه، تكون قهوه بارده، قهوه ماشي بودغ سائله. راح ندهنوا بها لي بغيوش. كانت دافيه تخلو فيها البريوش خمر. المهم لازم تكون البلاصه اللي تخلو فيها الخبز تاعكم للبريوش يخمر تكون دافيه ولا ما يطلع لكمش. درك راح نرشوها بشويه تاع السكر، سكر حرش تاع القهوه، وندخلوهم يطيبوا. بعد ما طاب البريوش تاعنا تاع الفيره ولا البريوش تريسي كما راكم تشوفون، نوريكم كيفاش جا من الداخل. يجي خفيف وطري يعني، وهايل مع القهوه تاع العشيه. الى عجبتكم هذه الوصفه ما تنساوش ديروا لي جيم لا فيديو، وتشتركوا معايا في قناه وصفات محمد انس على اليوتيوب، صفحتي على الفيسبوك وصفات محمد انس، وصحيتكم.